طيب نروح هنا يا شباب على كلمات الدرس الثاني، الوحدة الثانية. أول حاجة عندنا أن مارشي، يعني سوق، سوبر ماركت، أن سوبر مارشي، إي بري مارشي، سوبر ماركت كبير، قسم، أن ريون، برودوي، يعني منتج، عربة مشتريات، أن شاريو، زبون يعني أن كليون، فوندور يعني بائع طعام، أن أليمون مهمة جدا، أن ماجازان يعني محل نوع، أن تيب أدولت يعني شخص بالغ. الناحية الثانية عندي هنا أن جو، ذوق أو ميل أو رغبة، جبنة سويسري، أن غيور أو موتزاريلا، أن توست شريحة خبز، لو سومون يعني سلمون دجاج، أن بولي، أن بوب كورن، فشار، بسكويت اللي هي دي بسكويت. عندنا هنا هدية دي كادو، أن كادو آسف، برطمان، أن بو، شراء، أن أشا، بسكويت بشوكولاتة اللي هو دي كوكيز. عندنا مكونات دي زانجريديون، مهمة جدا مهمة جدا جدا الكلمة دي زانجريديون. طيب ننزل تحت هنا عندنا الفول السوداني لا كاكاوات، عندنا شيء خاص ان سبيسياليتي مهم قوي، خبز فرنسي ان باجيت ان سورتي نوع، ان جورني يعني نهار او يوم، زجاجه ان بوتي ترانش قطعه او شريحه لحمه، ان بوات يعني علبه او صندوق، قائمه ان لاست حساء او شوربه، ان سوب لاموس اللي هي رغوة شوكولاتة بالليمون، الرغوة اللي بنعملها الفوم يعني، ان تارتين شريحة خبز بالمربى او الزبدة او الجبنة، ان بوري بطاطس مهروسة مهروسة، مشتريات دي كوخس. تعالى الناحية التانية 161 عندنا الافعال برودوير ينتج يستهلك، كونسومي يجد، تروفي دوفوار يجب يتخيل، ايماجيني يضع، ماتر يحلم، ريف يوصي بي او يأمر، كوموندي او يطلب. هنا عندي يعد او يجهز، بريباري يدفع، بيي فوندر يبيع يتوجه الى، سوروندر سافوار يعرف، يكلف، كوتي ديزيري يعني يرغب او يريد، انديكي يعني يشير او يوضح. انزل تحت اون جنرال عموما، جازو او جازوز غازي وغازية، سالي يعني مالح وممكن يضاف إليها او عند التأنيس، سوكري يعني مسكر وممكن او عند التأنيس برضو كده، انتوا عارفين الكلام ده. ديفيرون يعني مختلف، مهم جدا دي اللي هي فري وفريش، فري للمذكر، فريش للمؤنث، ايديال مثالي او نموذجي، برينسيبال يعني رئيسي، رابي يعني مبشور، سك وسش مهمين جدا، جاف وجافة مذكر ومؤنث، سالي يعني مملح، وكمان دي مهمة قوي، سير جوليه مثلج يعني منتجات مثلجة، كالك شوز شيء ما، شيء ما، كالكان دي مش شخص، هي مظبوطة اهي، شخص ما يلزم، الفو. طيب بارجور يوميا بالاخص، سورتو داكور موافق، سون يعني بدون، رخيص ابا بري ممكن برضو رخيص، بون مارشي بسعر بسيط، موان شير، الثلاثة يدوا معنى رخيص او مش غالي. دي معاني الكلمات بتاعتك او نطق الكلمات اللي عندك في الدرس الثاني.